ناس كتير الفترة دي بعد التطور التكنولوجي الكبير بقت بتقلل من الاستخدام الورقي للفلوس، وبقت بتتعامل بشكل إلكتروني وبتحاول تعمم ده. فطبعاً في حالة لو محتاج فلوس كاش هتبقى مضطر تسحب من أي ماكينة صراف آلي أو ATM. كان في فعلاً من فترة رسوم مفروضة على ماكينات ATM لغير العملاء من نفس البنك الخاص بالمكنة، بس البنك المركزي كان لغاها من حوالي سنتين، لكن رجع البنك المركزي وقرر بالفعل في وقت سابق إن العملات دي هترجع مرة تانية. طب يا ترى إيه هي رسوم السحب الجديد الخاصة ببنك مصر؟ وهيبدأ إمتى تنفيذها؟ أنا ماريا مجدي، وده اللي هنعرفه في التقرير اللي جاي. بنك مصر أعلن بالفعل عن تفاصيل الرسوم الجديدة الخاصة بعمليات السحب والاستعلام من ماكينات الـ ATM والسحب من أجهزة الـ POS اللي بتبقى موجودة مع الكاشير في المحلات والمتاجر، وده بالنسبة لبطاقات الخصم الفوري والبطاقات المدفوعة مقدماً أو الكريدت كارد وبطاقات المرتبات. الـ POS أو نظام نقط البيع هو بيئة ممكن تتعامل فيها مع كتير من الأعمال المالية والإدارية لإدارة شغلك زي الكاشير مثلاً، وهي بتضمن نقاط البيع الخاصة بيك وبتتأكد من وجود مخزون كافي لعملائك. وبرضه ممكن تستخدم برنامج POS علشان تتتبع اتجاهات المبيعات والتعامل مع المعاملات المختلفة. ووفقاً لبنك مصر، فالسحب النقدي من ماكينات الصرف أو الـ ATM وأجهزة الـ POS التابعة لبنك مصر طبعاً هتكون مجانية وبدون فرض أي رسوم على العملاء من نفس البنك. وطبعاً في حالة السحب من ماكينات صرف الـ ATM من البنوك التانية جوه مصر، وده بالنسبة للعملاء بتاعة البنك، فهتكون الرسوم 5 جنيه لكل عملية. أما السحب من أجهزة الـ POS في البنوك التانية جوه مصر فهيتم احتساب الرسوم دي على العمليات بواقع 10 جنيه بالإضافة لـ 0.33%، وده من قيمة العملية، وده سواء لبطاقات فيزا أو ماستر كارد. أما بالنسبة بقى لبطاقات ميزة فهتقتصر الرسوم الخاصة بيها على 5 جنيه كل عملية. ولو جينا بقى للسحب من ماكينات الصرف أو أجهزة الـ POS الخاصة بالبنوك التانية بس في الحالة دي كانت خارج مصر، ففي حالة السحب بإحدى البطاقات الصادرة من بنك مصر هيتم احتساب رسوم 3% من قيمة العملية، سواء لبطاقات فيزا أو بطاقات ماستر كارد. وفي حالة إنك مش هتسحب فلوس وقمت بعملية الاستعلام عن الرصيد المتاح من الـ ATM الخاصة ببنك مصر، فده هيكون مجاناً لأي عميل من عملاء البنك. أما في حالة استعلمت عن رصيدك ببطاقة صادرة من بنك مصر من خلال ماكينات صرف في البنوك تانية، فهيتم احتساب رسوم قدرها حوالي 2 جنيه عن العملية الواحدة للاستعلام. أما الاستعلام عن رصيد البطاقات من خلال ماكينات صرف البنوك التانية خارج مصر، فهتكون الرسوم هنا حوالي 3 جنيه عن العملية الواحدة، وده لبطاقات فيزا وماستر كارد بس. أما بالنسبة لرسوم تبرع بطاقات تحيا مصر سواء الخصم الفوري أو بالنسبة برضو للمدفوعة مقدماً، فهتقدر ب1% من قيمة عملية المشتريات، وهيتم التبرع بيها لصالح صندوق تحيا مصر. وأخيراً البنك المركزي كان أعلن عن مصير عودة الرسوم والعمولات على بعض الخدمات الإلكترونية اللي بتشمل الآتي: السحب النقدي من ماكينات البنوك الـ ATM لغير العملاء، والسحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي لغير العملاء، وفرض رسوم على التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وبرضو على إصدار المحافظ الإلكترونية وإصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع، ورسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت أو الإي كوميرس، والتحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.